شكرا لماجد الأسدي على هذه الجولة، وأيضا وردت إن كثير من التعليقات على هذا الموضوع، ما هي أفكاركم لاستثمار العطلة الصيفية؟ في حلقة الأمس مع زملائنا الأخوة المقدمين كانت هناك استضافة للأستاذ ياسر مدير معهد كامبريدج، يعني نوهنا نقدر نستثمر اليوم العطلة الصيفية بتعليم لغة معينة، خاصة اللغة الإنجليزية اليوم مطلوبة في دراستنا في حياتنا. جميل جدا أن ندرج أولادنا وبناتنا في معاهد، يعني هذه المعاهد تكون معاهد رصينة وتكون مرموقة أيضا محترمة، يتعلمون أولادنا فيها لغة معينة. مجالات كثيرة اليوم لاستثمار العطلة الصيفية، بعض الآباء يحبون ينمون مهارة أولادهم إذا كان عنده مهارة في السباحة، في الخط، في الرسم، في غير هذه الأمور، يحبون أن يعني ينمون هذه الموهبة من خلال استثمار العطلة الصيفية. يعني هو ملخص مفيد لكلامنا اليوم، يجب أن نستثمر العطلة الصيفية بشيء يخدم الطفل، يعني لا نخلي اليوم أطفالنا وأولادنا يعني حبيسين البيت، حبيسين هذا الجهاز اللي نشوفه هو جهاز جامد صامت بين أيديهم، لكن للأسف الشديد إلى عواقب وخيمة جدا على صحتهم، على نفسيتهم، على أشياء كثيرة. يعني حتى بعض الأطفال للأسف الشديد يصابون بالتوحد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. الأمهات على نوعين راح يكونون بهاي العطلة الصيفية ويشاهدونها، طبعا الأمهات يا أسراء بين إفراط وتفريط، بعض من الأمهات تقول له لا مجرد ما كملت الامتحانات تعال اقرأ مال السنة الجاية، هذا ضغط نفسي، هذا ضغط نفسي. ما يخالف إذا أكو دورات تقوية بنفس الوقت، أعمال يدوية ترفيهية، راح يشعر في أنفسه. يعني بس العتبات تقيم دورات، الدورات أيضا دورات متنوعة. تقوية الدروس، وأيضا يعني دورات متنوعة من خلال ممارسة السباحة، الخياطة، الرسم والى اخره من الامور اللي تنمي اليوم انا يعني برايي تنمي شخصيه الطفل، صحيح، مو بس تنمي مواهبه. نعم، خلي نقرا التعليقات اللي وردت لنا. طبعا الزميله فاطمه عاشور كاتبه في التعليق بنوع من الظرافه، مع الاسف حجوزات المالديف كلها خلصت، لذا قررت اسافر على مكان ثاني، كل شيء بوقته حلو، ان شاء الله تروحي للمالديف يا فاطمه. أما كربلاء جنتي تصلي على محمد وآل محمد، تقول هي أصلاً إجتي العطلة للراحة، إذا يردون دراسة تقوية بعد شنو إن شاء الله بالعطلة يستفادون منها. وأيضاً أتمنى لجميع العوائل السفر سواء خارج العراق أو في شمالنا الحبيب، وإن شاء الله تتمنى النجاح للجميع. شكراً جزيلاً. إن شاء الله. طبعاً الأخ محمد راضي يقول أحسن شيء نبدأ فيه العطلة ببركات الأب الحنون مولاي صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، أن يكون لك سند في الدراسة، وأيضاً تغير أوقات الأوقات، وأيضاً أنه تستغل العطلة. إن شاء الله نقول نستثمر العطلة بما يفيدنا من دراسة واكتساب مهارات جديدة. الأخت كربلاء جنتي تقول اللهم صل على محمد وآل محمد، طبعا جت العطلة، وإذا يريدون طبعا دراسة تقوية بعد شنو الفائدة من العطلة والجو الحار، يعيدون وذهاب وإياب للتقوية إن شاء الله يكتب لجميع العوائل مستمر على طوال العام، يقدر يخلي له فد عطل فصليه، صح، كل 3 اشهر كل 4 اشهر لازم ياخذ ريست، لان اذا ما ياخذ ريست شويه تصير اعاده برمجه. بالضبط. نعم. الاخ مصطفى يقول بالتوفيق ان شاء الله، وايضا هناك تعليق. نعم. يقول الله اعلم وين راح تنقض ان شاء الله العطله، وانا اريد والله يفعل ما يريد. أفكار ملونة، طبعاً الآراء تختلف. المعلم المتعب يرى العطلة فرصة للراحة والسفر وقضاء بعض المتعلقات، أما بالنسبة للطلاب يا ريت يفتحون دورات تقوية مجانية من قبل مختصين، ليس فقط من باب التعليم المهني، بل ويشمل أيضاً تعليم القرآن الكريم، وكذلك فتح مجالات وأنشطة مختلفة للاستفادة من الطاقات الشبابية خلال العطلة، مع توفير سبل الترغيب والعمل في هذه المجالات لكل الطرفين. واعتقد هذه الدورات هي تقيمها العتبات المقدسة. اكيد اكيد. لكن نشد على ايادي الامهات ان شاء الله يستثمرون كل طاقات ابنائهم.